مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. مدفعية الجيش اليمني تدك مسقط رأس الحوثي للمرة الأولى. السعودية تمول الخطة الإنسانية في اليمن بنصف مليار دولار، وتقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة في نفس المبلغ. بعد اتفاق دوما، سيناريو مشابه يلوح في القلمون، فقد قالت مصادر أن النظام السوري هدد الفصائل المسلحة الموجودة في القلمون بشن عملية عسكرية مشابهة لتلك التي شنها في الغوطة الشرقية إن لم يقبلوا في المصالحة أو الخروج باتجاه إدلب. حملة دولية لمقاطعة كأس العالم بسبب انتهاكات روسيا في سوريا. وواشنطن تستبعد حدوث تصعيد للتوترات التجارية مع الصين. دراسة تقول إن اكتئاب الأم يعرض الأطفال لحوادث خطيرة. الجيش الألماني يوافق على أزياء خاصة للمجندات الحوامل.